حبايبي أبطال الصف الرابع الابتدائي النهاردة هنحل تدريبات على الدرس الثاني من يونت 3 Plants in Egypt. تعالى تذكرة مع بعض، اتعلمنا إيه في الشرح؟ اتعلمنا حاجة اسمها Superlative، يعني مقارنة ما بين شخص ومجموعة أو شيء ومجموعة أشياء، شخص ومجموعة أشخاص أو شيء ومجموعة أشياء. The pencil is long. This pencil is longer than that. This is the longest. شايفين الفرق؟ بتكلم على واحد بس، صفة عادية. مقارنة ما بين اثنين، ER و than. واحد ومجموعة يبقى فيه the EST. قدامنا في الصورة. عايز امسك ايديها. تول تول the tallest, short the shortest, fast the fastest, small the smallest, cold the coldest, strong the strongest. عايز اكون جملة يا مستر. عادي قول the giraffe is the tallest, the turtle is the shortest. الاس بعد كده از بعد كده ذا والصفه اي اس تي. الكلام ده في حاله الصفات القصيره. احمد از ذا تولست بوي. ذا لاين از ذا سترونجست انيمال. لو الصفه منتهيه باي ضيف اس تي بس. لارج لارجست، فاين فاينست. انتهت الصفه بصوت ساكن وقبلها صوت متحرك، بنضعف الحرف الأخير. big the biggest, fat the fattest, hot the hottest. لو الصفة منتهية بواي وقبلها صوت ساكن بنحذف الواي وبنضيف اي اي اس تي. اي اي اس تي. easy easiest, happy happiest. Art is the easiest subject. الصفات الطويلة بتتكون من أكتر من مقطع، بضيف لها the most قبلها، the most الأكثر، الأقل the least. The lion is the most dangerous animal. Dangerous, the most dangerous الأكثر خطورة. The least dangerous الأقل خطورة. Important the most important. The least important. Useful the most useful. The least useful. خلي بالك أنا بعد المقاطع. Important useful. Intelligent intelligent intelligent. صفة طويلة ما ينفعش أضيف لها EST، أضيف لها the most أو the least. big bigger than the biggest. في فرق طبعا. big بتكلم على الفيل بس، bigger لو هقارن بين الفيل وحد تاني او حيوان تاني، the biggest لو هقارن الفيل مع مجموعة من الحيوانات. تعال مع بعض نحل ونتأكد من الحل بتاعنا. نبدأ بعبد الرحمن. my city is the. هنا في ذا يا عبد الرحمن لازم أول حاجة أفكر في اس تي. إجابتك فين يا عبد الرحمن؟ أيوة نايسست. نسمع بعد كده فاطمة. I think the rose is the much beautiful, most beautiful, beautiful, more beautiful. نسمع فاطمة بتقول لنا most beautiful. most beautiful. excellent فاطمة. number three أروى. the elephant The elephant is there. زي طبعا علشان في مستر EST. نعم
هو لما نحط يعني هو احنا بنحط الـ EST لما يكون الحرف قبليها ايه؟ مش قبلها ذا. لا يعني الـ EST لو احنا مثلا قبليها واي بنحط EST. تعرف دلوقتي هنا في ذا، اول ما الاقي هنا ذا sun flowers lives ذا، يبقى محتاجه هنا صفه، هختار اي ار، مش ممكن هختار هنا longer، لا اختار long ولا اختار اي اس تي، هختار طبعا اي اس تي علشان في قبلها ذا. طيب بالنسبة ذا روز از، هنا في زان، هختار ايه يا يحيى؟ تولر ولا تول ولا ذا تولست ولا تولست؟ تولر. طيب ليه تولر يا يحيى؟ علشان في قبلها في مين؟ زان. تعال نشوف الإجابات بتاعتنا صحيحة ولا لا. طبعا متميز، هذا عشان دي بعديها زين. مقارنة ما بين اتنين. تعال نجاوب دي كمان يا يحيى، ذا ديزي ليفز شورتر، شورتر ايه؟ ديزي ليف شورتر. في اي ار، خلي بالك. زين اكسلنت يحيى كالعادة. طبعا نسمع بعد كده جانا، ذا لاين از ذا، في ذا يا جانا، خلي بالك مش بساعدك ولا حاجة، انت شطورة اساس، في ذا، يبقى اختار ايه؟ مور مور، في زان، مور زان، يبقى في موست مور زان. طب هنا في زان؟ لا، يبقى مور مش هتنفع. طب ميني؟ لا طبعا ما خدناش ميني. طب ماتش؟ لا طبعا. يبقى اجابتي هنا ايه يا جانا؟ موست مست طبعا. You are excellent جانا. Most dangerous number 8 ريتاج. معانا ريتاج Yes. وليلى بقى سعيد. Yes The the sun. sun. The sunflower is the Dutch flower. Excellent. Tallest. Tallest. ثقة طبعا متميزة، في ذا اي اس تي. تعالى نسمع لليلى، شاركس اه. قسم السماء. شاركس ار سي انيمالز، اختار مور داون دينجرس ذان ولا ذا موست دينجرس ولا دينجرس ذان ولا از دينجرس؟ تعالى نشوف الاول، هنا بيقارن ولا بيعمل تفضيل؟ ده هنا اسماك القرش واسماك البحريه ككل، يبقى هو بيقارن واحد، بيفضل واحد عن مجموعه، يبقى مش هينفع نستخدم زان. يبقى the most dangerous. You are excellent ليلى، هتجاوبي دي كمان يا ليلى، نمبر 10، اتفضلي يا ليلى. The sunflower is the flower biggest. Flower is Biggest. bigger, biggest, as big. Biggest. Biggest. Excellent ليلى. مع Thank you. بعض. You are excellent. أروى. I have the. I have the heaviest. Heaviest. ليه يا ليلى؟ ليه ليه؟ قولي لنا ليه طيب؟ تقدري تقولي لنا؟ عشان جه قبلها ذا. ذا طبعا، يبقى لازم اختار ذا هيفيست. اكسلنت. وات اباوت ريتاج؟ وات از ذا سكارير سكاريست سكارير ذان سكير؟ Scariest. متأكدة؟ طبعا متأكدة. اكسلنت طبعا، مفيش حد شككنا من اجابتنا، هنا في ذا يبقى في اي اس تي. تعالى نحل مع مستر نصري مجموعة من التمارين للتأكيد كمان، نبدأ بيحيى. وينتر از ذا
season in the year. هنا في ذا يا يحيى هتختار ايه؟ coldest. coldest. نمسح يا يحيى. طبعا إجابة صحيحة. ريان موجود معانا؟ The lion is the strong, strongest, stronger, weak animal in the world. هنا في ذا هنختار ايه يا ريان؟ The strongest, EST. What about Jana? The snake is the animal in the world. هنا في ذا جانا scarce. scariest. Yes, letter D. Excellent, جانا. What about أروى? The giraffe is the tallest. tallest animal in the world. Excellent. What about ليلى? The elephant is the The elephant is the tallest. biggest. طبعا اختار هنا biggest عشان في ذا. طبعا حد يقول لي ما فيها مستر هو biggest، ينفع اقول ذا ذا اتنين ذا؟ لا طبعا. excellent ليلى the biggest. what about مالك؟ what about فاطمة؟ فاطمة the sunflower is flower. The sunflower is the في ذا لسه قايلين من شوية هنختار biggest EST. طبعا أول ما أشوف ذا هفكر في الصفة القصيرة EST، لو صفة طويلة يبقى most. number seven. number seven فاطمة، اتفضلي يا فاطمة نفتح المايك اتفضلي. The giraffe is the tallest. excellent فاطمة tallest. طبعا الزرافة هي الأطول في ذا إي إس تي. excellent. number eight.